الهي. من هذين الشخصين؟ صورة غريبة. ها هيا هيا حددوا موقع الخطر الآن. لا لا عليك يا صديق يا صديقتنا، سوف نجدك. لقد وجدتها. حسنا، نحن قادمون لمساعدتك الآن. أنا راشد خوذة الحماية. أنا نبيها الساعة الذكية. هيا يا رفاق انطلاق. هذه صورة خاصة. بل أريد صورك وصور الخاصة جدا. أعطيني الصورة رجاء. لا تخافي، سأعطيك هي بشرط. ما هو الشرط؟ أن تريني صورة أخرى. هيا يا أيب، أطلق الليزر على هذا اللص لتسقط الصورة من يده. وأنا سألتقطها قبل أن تسقط. يا شرير. ليس كل ما نملكه ننشره في مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما تلك الأشياء الخاصة يا صديقتي. فهناك بعض الأشرار في هذا العالم يستغلونها لأغراض سيئة. لا تضايقي أحدا ولا تسمحي لأحد أن يضايقك، وكن دائما أنت الأذكى.